وصلنا للشق اللغوي مع ضيفتنا عبر سكايب الدكتورة باللغة العربية هند صعيب. يا أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير لكل مشاهدي الام بي سي وصباح الخير لكل مشاهدي صباح الخير يا عرب. يا صباح الورد فيك. يا هلا يا هلا. بغرسلك ايموجي قلب بس خلاص قلت لك هو انه رحبت فيك وقلت لك صباح الخير وصباح الورد. خلينا نتكلم على تأثير عصر الايموجي وكثرة استخدامها على اللغة بشكل عام وخاصة اللغة العربية. طبعاً سيدتي الفاضلة هي منتج من منتجات العولمة وبالتالي طبعاً حتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام اللغة، بس لا يمنع أن تكون الإيموجي ما بتعبر بالقيمة التعبيرية نفسها كما تعبر الإيموجي كما تعبر اللغة، لأن اللغة عنصر حيوي، اللغة عنصر يتفاعل مع تطور المجتمعات، يتجسد بتفاعل حضاراتها، وبالتالي هي بحاجة لتطور وبحاجة لتفاعل، والإيموجي جزء من هذه المكننة والعولمة اللي بتساهم بإرسال مؤشرات اللغة بطريقة ما، بس لا تعمل العمل نفسه وتنعكس سلباً على إيحاء اللغة بحد ذاتها. صحيح. أو إيحاء اللغة العربية هي بتأثر سلباً وبتشكل خطورة بشكل مباشر أو غير مباشر على تطوير لغات أو ثقافات المجتمعات. فعلاً لأن ممكن الإيموجي تكون لغز، يعني هو أنا فعلياً مو فاهم إيش بيصير، فيعني ممكن تكون بطريقة كويسة أو لا. بس أنت متى برأيك يجب الاستغناء عن الإيموجي في الكتابة بالتحديد؟ لا بدي أرجع لسؤالك الأول إذا بتسمحي بس على السريع. فضلي. لأنه الإيموجي بتعيق التعبير، لأنه الإيموجي تقيد، لأنه الإيموجي ما بتعطيك القدرة التعبيرية أو القيمة في تجسيد المرسلة أو الرسالة اللي بدك توصليها، لأنه الإيموجي تساهم في تبطيء مهارات التفكير عنا من لغة الجسد والروح، ولأنه الإيموجي لا تلبي كل الاحتياجات التي تفعلها اللغة، من شان هيك لا يمكن لندخل إلى الاستغناء عن هل يمكننا الاستغناء عن الإيموجي في الكتابة؟ يمكننا الاستغناء في كتير مواضع لأنه ما بتقوم بكل هذه المهام، وبالتالي كل فنون المسرح والأدب والشعر والكتابة على مستوى الكتابة على بمختلف الميادين ما بتقدر تجسدها الإيموجي، ولو بتقدر تجسدها الإيموجي ما كانوا الفراعنة أطلقوا رموز. وعم بتذكريني بالعودة إلى رموز الفراعنة اللي أطلقوها بالعصور السابقة، حتى كل الدراسات اللي بتقول اليوم إنه الإيموجي هي موجة وراح تختفي، والحرف هو اللغة الحية فينا، هويتنا هذه اللي بتبقى مجذرة فينا رغم التطورات التي تصنعها. بس دكتورة هند خلينا بس عشان يعني لا نلخبط المواضيع. طبعا اللي يكتب رسمي ولا المسرح او الافلام اكيد حتكون كتابه يعني لغه عربيه من غير ايموجيز. احنا اليوم بنتكلم على اكثر المحادثات اللي تصير بين الاشخاص، كان بالايميلات كان بالواتساب. هنا هذا القصد باستخدام الايموجي. اكيد استخدام الايموجي ما حيكون رسمي او في الكتب او في لا لا لا، هو اكيد حيكون شيء كاجوال اكثر بين الاشخاص، لأن الإيموجي جزء من العولمة. صحيح. وبالتالي لما أنت تعبري نستخدم الإيموجي في الكتابة بالتعبير عن المشاعر بمختلف معايير، المشاعر الجسدية الروحية العواطف، وبالتالي برأيك هل كافي إيموجي أنك تدعي واحد على حفلة أو دعوة إلى مناسبة معينة، هل كافي تبكي مع واحد أو تعبري مثل ما بدك بدمعة، أو هل كافي أنك بدك توصلي له؟ يعني قد ما تشتغل الإيموجي لن تستطيع أن تفي الكتابة حقه. النص المكتوب قدامك كتير بعيد عن الإيموجي، وبالتالي نحن مشاعرنا وروحيتنا، مشاعرنا الروحية والجسدية ولغة العين والرؤية البصرية ما بتجسدها الإيموجي. يعني بكتير مواضع يمكننا الاستغناء، أنا برأيي من بعد التجارب وبعض الدراسات اللي قامت فيها أنه يمكننا الاستغناء عن الإيموجي، لأنه الإيموجي لا تقوم بالمهام، لا تستطيع التعبير عن المقام المتوخى أو عن الهدف في التعبير، لا تعطي القيمة التعبيرية في الكتابة من حيث المشاعر.
شكرا لك دكتورة هند. واحنا دائما نقول اصلا دائما فيس تو فيس هو احسن شيء، الواحد لما يقعد مع الشخص ويعبر له عن مشاعره طبعا هذا يكون افضل طريقة. خلينا نشوف بعض النصائح حول استخدام الايموجي.